النهارده كمان كان في خبر مهم جدا جدا، يعني النهارده كان في توقيع اتفاقيه بين استادات وشركه ابتكار بتقدم خدمات الكترونيه لاعضاء انديه سيتي كلوب. طبعا يعني مهم جدا جدا ان تعرف يعني الاتفاقيه دي عن ايه. الاتفاقيه دي كان شركه استادات طبعا هي المسؤوله عن طبعا يعني تجديد استادات وتجديد، وسيتي كلوب دي من الانديه ان شاء الله هتكون في مصر كلها. النهارده وقع مجلس اداره شركه استادات الوطنيه لاداره المنشات الرياضيه اللي بتعتبر زي ما بقول لحضراتكم كبرى الشركات العامله في مجال الاستثمار الرياضي، عملوا اتفاقيه تعاون مع شركه ابتكار. الشركه دي شركه قابضه طبعا بتقدم خدمات الكترونيه بتضم هيكل ملكيتها شركه ابتكار القابضه، بتوفر بقى ايه؟ بتوفر حلول وخدمات السداد الكترونيا لكافه اعضاء انديه سيتي كلوب في كل محافظات مصر، من خلال طبعا الدفع عن طريق الباي عن طريق المنصه الالكترونيه، النهارده تطبيق الهاتف كمان المحمول، اجهزه الدفع الذاتي. النهارده توقيع العقد كان بحضور طبعا السيد سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه استادات الوطنيه للمنشات الرياضيه، وكان كمان طبعا محمد مرجان طبعا رئيس مجلس اداره او نائب رئيس مجلس الاداره، والمهندس ايمن الدسوقي ده رئيس التنفيذي لشركه ابتكار ورئيس مجلس اداره طبعا شركه باي. شركه ابتكار القابضه لاستثمار الماليه ابتكار هي الشركه المالكه لشركتي باي ومصاري، هم طبعا من اهم شركات المدفوعات الالكترونيه العامله في السوق المصري يمكن من اكثر من 10 سنين. هيقدموا أكثر من 800 خدمة مدفوعات عن طريق أكثر من 110 ألف نقطة بيع، وبتساهم الشركتين في تنفيذ ونشر يعني مبادرات المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية، البنك المركزي المصري للتحول الرقمي، واحنا عارفين مصر بتتحول إلى الديجيتال إلى الرقم الديجيتال في كل المجالات. عملية طبعا الشمول المالي بيعني ان كل فرد في مصر ان شاء الله هيكون عنده حساب بنكي، وده يعني في كل دول العالم معروفة بكده. كمان في ظل انت حضراتكم عارفين ظل طبعا كورونا بنطبق فكرة التباعد الاجتماعي. الحدث ده واللي حصل النهارده يعني خطوه مهمه جدا اسهام الشمول يعني. المالي زي ما انت قلت طبعا. يعني كل فرد يكون عنده حساب بنكي صحيح. الحدث ده واللي بيحصل ده بنقول عليه خطوه مهمه جدا. الكلام اللي احنا بنقوله الكبير ده يعني ايه؟ ده يعني معروف في القطاعات كلها مش بس في قطاع الرياضه، لكن بما ان كلامنا عن الرياضه فده بيوضح انه الرياضه في مصر ما عادتش بتقدم على انها رياضه فقط، لا الرياضه هنا اصبحت شريك مهم جدا جدا في دعم مسيره الاصلاح الاقتصادي. الاصلاح الاقتصادي لمصر بداته من 2016. فبمناسبه هذا الكلام احنا النهارده المهندس ايمن دسوقي رئيس التنفيذي لشركه ابتكار ورئيس مجلس اداره شركه باي كان بيقول انه توقيع العقد ده النهارده هو سعيد بيه وسعيد بالعمل مع شركة استادات الوطنية على وجه التحديد، اللي النهاردة بتعمل هذه الشركة أنها تتوسع في جميع محافظات الجمهورية وهتزود بالتالي من تواجدها وهتعمل على تقديم جميع الخدمات لكافة أعضاء نوادي سيتي كلوب إلكترونيا. السيد سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات كان بيقول النهاردة أنه الهدف الرئيسي للاتفاقية دي إيه؟ الهدف ان انت تحيي فكر النادي او فكرة النادي، ان انت تخلي المكان ده هو الافضل بالنسبة للعائلة، ان انت تقوم بتقديم وتشغيل الخدمات الكترونيا لانه ده بيسهل لك بيسهل على الاعضاء يعني فكرة التحرك. انت بتقعد النهاردة في بيتك خلاص بتتعامل الكترونية، واعطائهم اكيد قيمة مضافة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية. السيد سيف الوزير النهاردة كمان بيؤكد رئيس مجلس ادارة شركة استادات الوطنية انه تحدد موعد، ده بقى ده المهم جدا بقى في الموضوع ده كمان، انه النهاردة تم تحديد مواعيد افتتاح سلسلة نوادي سيتي كلوب على النحو اللي انا هقوله لحضراتكم. هيتم افتتاح فرعي شبين الكوم واسوان يوم 15 ابريل اللي جاي يعني او الجاري، احنا بنتكلم تقريبا يعني خلاص اوائل شهر رمضان. افتتاح جزئي هيكون لفرعي كفر الشيخ وبنها في نفس اليوم 15 ابريل الجاري، وفرع طنطا هيكون افتتاحه في اوائل مايو ان شاء الله، اوائل مايو شهر 5 اللي جاي. فده كان خبر مهم جدا لازم كنا ننوه عليه. صحيح. خبر دلوقتي. مهم جدا يا سهام لنقطتين. النقطة الأولى زي ما أنت قلتي إن شركة استادات هي الهدف منها إنشاء أندية منفس للعائلة طبعا. في كل محافظات مصر إن شاء الله هيكون
في نادي على مستوى عالي جدا، بنيه اساسيه اكتر من رائعه، ده منفس للعائله على الاولاد الصغيرين وخاصه في محافظات مصر، يلاقوا حته يقعدوا فيها يلعبوا فيها العاب، ده على مستوى العائله. على مستوى الاحتراف في كل اللعبات اذا كانت كره القدم الجماعيه والفرديه وكل اللعبات هيكون كمان في تطوير واكتشاف مواهب كتيره جدا جدا، في طبعا خطه يعني قوميه كبيره جدا بتقوم بها البلد لاكتشاف مواهب مش في كره القدم بس في جميع الالعاب، فمشروع كبير جدا شركه السيدات الوطنيه بتقوم به طبعا بالتعاون مع شركات كتير وخاصه وزاره الشباب والرياضه، طبعا جهد يشكر عليه كل واحد ساهم في هذا المشروع، لان انا في اعتقادي من اهم المشاريع الرياضيه على مستوى تاريخ مصر، ان شاء الله يكون ثماره يعني على العائله وكمان على اكتشاف المواهب في جميع اللعبات.